السلام عليكم يا غادي، ننتظر انضمام بقية زملائكم، وفي نفس الوقت نستغلها راح أثبت لكم الإيميل مالتي. إذا عندكم أي شيء أو أي استفسار تواصلوا وياي. هذا الإيميل مالتي بابا صار أمامكم بالشات. أي شيء تحتاجون أو تحبون تسترسلون عنه تواصلوا وياي، أو تواصلوا عن طريق المودل كذلك other source for connection with me. زين بابا، الباوربوينت ظاهر أمامكم؟ شكرا جزيلا باباتي. اوكي بابا، الاسترداد افكارنا على مود تسلسل افكارنا، عرفنا انه بنهايه اللايف سبان للريد بلد سيلز راح يصير بيها بريك داون بريتيكول اندوثيليال سيستم بالسبلين اورجن، وراح تحرر لنا الهيموجلوبين. الهيموجلوبين راح ينفصل الى جلوبين ويروح للبروتين بول، والهيم الهيم نستخرج من الايرون for reuse in our body، وراح ينتج لنا البيدروبين. البيدروبين in the blood هو lipid soluble، فراح يصير له bonding with albumin، وهذا نسميه ال unconjugated bilirubin. إذا ما صار له اتحاد ويا الألبومين راح يعبر بال cell membrane ويصل إلى، وكذلك من ضمنها البلود برين بارير، ويصل الى الخلايا العصبيه، و in this form it is potential toxic. ومن يصل الى الهيباتوسايت راح يتبدل الناقل مالته من البومين، يعبر بالسيل ممبرين للهيباتوسايت، راح يربط ويا من راح يربط ويا الليجاندين. نجي على النكس ستيب. From there it's actively transport من بعد ما دخل الهيباتوسايت وربط ويا الليجاندين، وين راح يروح؟ From there it is actively transport to the smooth endoplasmic reticulum where it is conjugated with glucose on it by a process catalyzed by uridine diphosphate glucuronyl transferase. إذن راح يرتبط البيدروبين ويا من؟ ويا الجلوكويرونات بواسطة أو بمساعدة هذا الإنزيم اللي هو يوريدين diphosphate glucuronyl transferase. بعدها بيدروبين مونو جلوكويرونايد، بمعنى ضفنا لأول بداية جلوكويرونيت ون موليكيول، شو نسميه؟ صار بيدروبين مونو جلوكويرونايد pass to the canalicular surface of the hepatocytes where after the addition of a second جلوكويرونيت موليكيول it is secreted by active process into the bile canaliculi. إذن بيدروبين
بالبلوت مرتبط ويا البومي، وصل للهيباتوسايت الربط بالليجاندي، وبعدين دخل وين يروح للسموث اندوبلازميك ريتيكولا، ومن بعدها ينضاف للجلوكورونيت، وهاي العمليه بمساعده يوريدين دايفوسفيت جلوكورونيل ترانسفيرز. بعدها البيدروبين صار مونو جلوكورونايد، وين يعبر للكنكولار سيرفيس اوف ذا هيباتوسايت، وير افتر ذا اديشن تنضاف للكورونيت مولكيول اخرى. It is secreted by active process into the bile canaliculi. This energy dependent state, active process. So this energy dependent state are the one most likely to be impaired by liver damage, hypoxia or septicemia, and by an increased pressure in the biliary tract. إذن مسألتين تأثر على هذه. أولا هي عملية تكوين تحتاج إنيرجي، وقلنا secreted matter هو شنو؟ active process. So هذا energy dependent. هاي الإنيرجي وين نفقدها؟ بالليفر دامج الإكزامبل hypoxia septicemia. بعد by increased pressure in the biliary tract، لأن وين راح ينطرح هو؟ into biliary canaliculi. Okay. Other anions, including drugs, may compete for binding to ligandine. Thus, لذلك impairing bilirubin conjugation and excretion. يعني احنا قلنا من راح يصل من الدم هو مرتبط بالالبومي بالهيباتوسايت، راح يربط وياه من ويا الليجاندين. فالانيون اللي هي من ضمنها الدراجز راح تتنافس ويا من ويا البيلروبين على الليجاندين، thus impairing bilirubin conjugation and excretion. ليش؟ لأنها شفنا الاستيبات أنه راح يربط ويا الليجاندين، وبعدين يروح الريتيكولار اندوثيليال سيستم ينضاف للجلوكورونيت مولكيول بواسطة الإنزيم اللي ذكرناه، أوكي، وتنضاف لمولكيول أخرى، وبعدين يصير له excretion. فإذا هاي العملية صار بها drugs، other drugs should compete for binding to ligandine. So راح يسوي لي إعاقة بهالمسألة. Nofobiosine inhibits glucuronyl transferase. هذا تنافس على من؟ على ليجاندين. هنا هذا يأثر على من؟ على الإنزيم اللي ذكرناه، اللي هو يضيف الجلوكورونيت مولكيول المن للبيدروبين، ويضيف له واحده اخرى على ما يسوي الاكسكريشن. فالنوفا بايوسين بي انهبت الجلوكورونيل ترانسفيريز، ذاس اكزازربيتنج ان كونجوجيتد هايبر بيدروبينيميا. فهذا يكون كيب ان اور مايند اف ذا بيشنت هيستوري فور ذا دراج found novobiocin intake. فإذا شفنا hyperbilirubinemia إذن السبب هو وين؟ بالدرج اللي ماخذ هذا البيشنت. ليش؟ لأن novobiocin should be inhibit glucuronyl transferase thus exacerbating unconjugated hyperbilirubinemia. ليش؟ لأن احنا سأبعدنا الحد الساحنة unconjugated اللي هو bilirubin بعد ما مضيوف لشنو؟ ما انضافت له الجلوكورونيت موليكيول. إذن المسألة الأولى اللي أنه كومبيت عليه من على البايندينج، والأخ لا على الستيب الأخرى اللي هو شنو؟ الجلوكورونيل ترانسفيريز إنزيم إنهيبيشن، والدرج إكزامبل على النوفو بايوسين. البيلروبين is often assayed by the Vanderbilt reaction.
يعني شلون نقدر نقدر بهذا البيشنت ونقول هذا البيشنت عنده هاي بيدروبين او لا؟ التيست هذا اللي موجود بالمعادله العالم اللي اكتشفها الفاندر بير رياكشن which allow conjugated اللي هو الدايركت رياكتنج and the unconjugated the indirect reacting bilirubin to be distinguished. انا اقدر اقدر هنا ال conjugated اللي هو الدايركت reaction واللي اقصد بيه conjugated اللي هو شنو من بعد ما اضافت له two molecules of glucuronate. اوكي هذا اسميه دايركت، واللي قبل اللي هو البيروبين لان conjugated اسميه indirect to be distinguished. فبهذه أنا أقدر أعرف الدايركت والإنديركت أور الكونجوجيتد اللي هو دايركت والأنكونجوجيتد اللي هو إنديركت. ليش نعمل البيلوبين بي تو بارت؟ واضح؟ بيلوبين ميتابوليزم أند جوينتس، كلكم سامعين أو تعرفون جوينتس واللي باللغة العربية هو اليرقان أو مصطلحاتنا العامية أبو صفار. مو جوينتس usually becomes clinically apparent when the plasma bilirubin concentration reach about 50 micromole per liter. عندما يكون bilirubin concentration 50 مايكرو مول بير لتر اللي نسميه هايبر بيلروبينيميا about twice the upper reference limits. It occur when bilirubin production exceed the hepatic capacity to excrete it. This may be because يعني لو كان إنتاجه أكثر من طاقة الليفر لطرحه. وين هاي الكونديشن يصير؟ On increased rate of bilirubin production exceed normal excretory capacity of the liver. وهذا نوع من الجوينتس نسميه بري هيباتيك جوينتس. نرجع جوينتس هو بيلروبين صح؟ احنا عرفنا البيلروبين تكون مادة من تكسر خلايا الدم الحمر، يروح لوين؟ يروح للليفر، ومن الليفر يسوي له ميتابوليزم وبعدين يسوي له سكريشن. فانا عندي ثلاث نقاط بما انه اكو هايبر بيلروبينيميا، عندي ثلاثة تشيك بوينت. تشيك بوينت الاولى هو البرودكشن واللي اسميه بري هيباتيك، واللي بعده يعني المشكلة يا اما قبل الليفر او بالليفر نفسه او بعد الليفر. ان شاء الله واضحة لكم. فسال انكريز The rate of bilirubin production exceed normal excretory capacity of the liver. هذا نسميه pre-hepatic jaundice. أو the normal load of bilirubin cannot be conjugated and or excreted by damaged liver cell. وهذا اللي نسميه hepatic jaundice. هسه عرفنا السبب اللي قبل الليفر. هنا السبب هو بالليفر نفسه. ليش؟ لان اكو شنو دامج ليفر سيل بعد اللي قلنا شنو بعد الليفر. بعد الليفر شنو هو؟ the biliary flow is obstructed يغلق او يعاق so that conjugated bilirubin cannot be excreted into the intestine and is regulated into the systemic circulation. وهذا اللي اسميه البوست هيباتيك جوينتس. اذا مثل ما قلنا جوينتس يا اما المشكله قبل الليفر او المشكله بالليفر نفسه او المشكله بعد الليفر. اذا المشكله قبل الليفر اسميه بري هيباتيك،
واذا بالليبر نفسه اسميه هيباتيك جوينتس، واذا بعد الليبر بوست هيباتيك جوينتس. الانكونجكتد ان كونجكتد هايبربيدروبينيميا occurs if there is، بما انه الكونجكتد اذا هذا بعد ما داخل وين؟ بعد ما داخل للليفر. A marked increase in the bilirubin load as a result of hemolysis or of the breakdown of large amount of blood after hemorrhage into the gastrointestinal tract. إذا كانت أكو نزف ويدخل الدم للجاستروانتستينال تراكت، or for example under the skin due to extensive brushing. In case of hemolysis, a plasma bilirubin rarely exceed 75 micromol per liter. إذن السامس نعد الانكونجكتد أحد أسبابه اللي تركنا بين الهيمورج. السبب الثاني شنو؟ impaired binding of bilirubin to ligandin or impaired conjugation with glucuronate in the liver. يعني يا إما مشكلة إنه إنتاجه بشكل كبير أو أكو إعاقة أو خلل بال binding للبيروبين المن يعمل للليجاندي أو conjugated with glucuronate in the liver. In some pathological conditions a plasma unconjugated bilirubin level may increase so much that they exceed the protein binding capacity. The lipid soluble unbounded bilirubin damage brain cell وهذا نسميه كرنكتراس. This is most likely to occur in newborn particularly premature infants in whom the hepatic conjugating mechanism are immature. في بعض الحالات اللي يصير بيها انه مشكلة الكونجوكيت للبيدروبين سوري المن للبروتين بايندين كاباسيتي، فهذا راح يبقى وقلنا احنا اذا بقى not bounding to protein in the blood or systemic circulation هذا هو lipid soluble وراح يعبر الى الخلايا ويسوي لنا damage بالبرين سيل لان مثل ما ذكرنا انه potential toxic وهاي نسميها الكارنكترس. هاي تصير وين؟ هاي تصير بالنيونيت حديثي الولادة واللي عندهم انه بحث الليفر ما متهيئ او ما متعود على هذه الفعالية مال conjugated element للبيتروبين. In addition the proportion of unbound unconjugated bilirubin and therefore the risk of cerebral damage increase if. شلون تزداد هذه الخطورة؟ احنا عرفنا ان هذا انه unconjugated unbound to protein هذا يعبر وراح يسوي لنا مشكلة. زين هاي مشكلة شو وقت تتفاقم؟ increase if بلازما البوبين كونسنتريشن از لو. مثل ما نعرف انه الالبومين جدا مهم على مود ينقل للبيروبين المن وما يخليه يروح لاي مكان غير الليفر، ما يخليه يعبر لاي مكان غير الليفر، بما انه كونجوكيتد تو بروتين
إذا ما يعبر ما يقدر يعبر لأي مكان غير الليبر. إذا كان الألبومين كونسنتريشن إز لو. بعد الأنكونجوكيتد بيلروبين إز displayed from binding sites, for example by high level of free fatty acids or drugs such as salicylate or sulfonamides. إذا أكو مشكلة وين؟ الآن conjugated bilirubin displaced, يتوخر ينزاح من مكانه from binding site اللي هن من اللي يسوون ذنية أما لفري فاتي أسيدز الموجودة تكون تراكيز كبيرة وتوخر البيلروبين أو بعض الإدراك اللي هن السلسليت أو سلفونامايدز. بعد شنو الأسباب الأخرى؟ الأنكونجوكيتد بيلروبين وعرفنا شنو هو الأنكونجوكيتد بيلروبين أنه مجرد بيلروبين موجود بالدم ومرتبط بالألبومين وبعده ما صاير له ميتابوليزم بالليفر. Is normal all protein bound. بالطبيعي ماكو بيلروبين بالدم موجود ما مرتبط ويا من ويا البروتين. And is not هو مو water soluble and therefore cannot be excreted in the urine. ما ممكن ان يطرح وين؟ عن طريق الكدني ويروح باليورين. Patient with unconjugated hyperbilirubinemia do not have bilirubin urea. ما عنده bilirubin باليورين واللي نسميه acroyoric jaundice. إذا موجود البيلروبين باليورين نسميه acroyoric jaundice. الكونجوجيتد بيلروبين كونجوجيتد سألنا كونجوجيتد خلصنا. الكونجوجيتد بيلروبينيميا is one of the earliest sign of impaired hepatic excretion. أكو مشكلة وين؟ إذا الكونجوجيتد صاعد أكو مشكلة بالإكسكريشن. هذا الإكسكريشن اللي هو من يسوي الليفر. الكونجوجيتد بيلروبين is water soluble بينما الانكونجوجيتد هو شنو؟ water insoluble and is less strongly protein bounding وما عنده ارتباط ويا من ويا البروتين than the unconjugated form and therefore can be excreted in the urine. ممكن أن ينطرح باليورين. بس إذا أنت تتوقع أنه لقينا إحنا بالتيست سوينا تيست باليورين ولقينا بي concentration للبيلروبين فهذا البيلروبين اللي موجود ممكن أنه شنو تتوقعوه إذا ديرون الجابوني على الشات الانكونجوكيتد والكونجوكيتد الجابي تسمعوني وإلادي conjugated or unconjugated ألقاب اليورين conjugated good مصطفى نعرفه اليوروبيلوناجين لا بس أنا دا أقصد conjugated or unconjugated good زينب good زينب أمين زينب رشاد عاشت ليكم. إذن ما ألقى لأن conjugated ليش؟ لأن unconjugated هو water insoluble وما أنه water insoluble ما يصير لك secretion بالكدني. إذن كل اللي ألقى هو conjugated bilirubin. Bilirubinuria is always pathological. إذا من الجبل روبي الكميات كبيرة باليورين هو pathological. Dark urine may be an early sign of some forms of
هيباتوبيلاري ديزيز. ليش الهيباتوبيلاري ديزيز؟ لأن بما أنه السكريشن ما صار له من الليفر وراح يرجع وين للبلود سيركوليشن، إذا ما له منفذ غير شنو؟ غير الكيدني يطلع منها، والكيدني يطلع باليورين. إذا الدارك يورين بالروبين يوريا is always pathological. ليش؟ لأن لو ما أكو فد impaired thing or disease راح يطلع عن طريق الستول، وكميات قليلة كل شيء اللي تطلع عن طريق اليورين، يصير هي سكريشن عن طريق الكدني واليورين. لذلك من ألك كميات عالية dark urine may be an early sign of some forms of hepatobiliary disease. واضح إن شاء الله لكم. الكونجوكيتد بالروبين انتر لجات لومن ان بايل، مثل ما قلنا اكسكريشن يصير عن طريق البايل من الليبر ويصل الى من؟ يصل الى الجات. ات از هنا ايش بي ايش راح يصير بي؟ ات از بروكن داون باي بكتيريا، بواسطة البكتيريا راح ايش يصير له؟ يصير له بريك داون in the distal ileum and the colon into a group of products known as stercobilinogen اللي هي fecal urobilinogen. إذن يتحول إلى شنو؟ stercobilinogen بالكاوت بواسطة the effect of the bacteria. بعد some is absorbed into the portal circulation يرجع علما للليفر قسم منه most of which is re-excreted in bile enterohepatic circulation. إذا قسم منه راح يرجع يصير بي ريابسوربشن ويروح للليفر، والليفر مره ثانيه اول ما يشوفه يعرفه هو استوى مسوي له طرح، هذا يرجع له مره ثانيه راح يطرحه مره ثانيه. اوكي a small amount enter the systemic circulation and is excreted in the urine as urobilinogen which can be oxidized to a colored pigment اليوروبيلين. من يتعرض للضوء راح يتحول الى اليوروبيلين، وكل ما كانت هذه كميتها كبيره اللي قلنا قبل شويه الدارك يورين. اوكي سواضح الامور لكم ان شاء الله. اليوروبيلينوجين unlike bilirubin is often detectable in the urine of normal people. بس مثل ما حكينا قبل شوية هذا كله normal by testing with commercial strip test. Urinary uroobilinogen concentration is increased in the following situations. شو كتيستان بالطبيعي اليورين الطبيعي للشخص الهيلث والنورمال موجود، هو موجود بس كمياته قليلة، وش وقت يزداد؟ هسا نشوف الحالات اللي يزداد بيها. When hemolysis is very severe. ليش الهيموليسيس؟ لأن احنا نعرف انه مصدر بالروبين هو الريد بلاد سيلز، وبما انه هنا صار تكسر نزف فراح يزداد. Is very severe. Large amount of bilirubin enter the intestinal lumen and are converted to stercobilinogen. An increased amount of urobilinogen is formed and absorbed. وتمتص. If the hepatic capacity to re-secrete it is exceeded, it is pass
in the urine. واضح إن شاء الله عليكم. فإذا أكو hemorrhage, severe hemorrhage, okay, راح يتكون اليوروبيلينوجين بالإنتستين وراح يمتص إلى الليفر. فإذا هاي الكمية عبرت قابلية الليفر للإكسكريشن راح يروح للسيستميك سيركوليشن وراح ينطرح وين؟ ينطرح عن طريق اليورين. When liver damage impair, إذا أكو خلل بالليفر يعيق re-excretion of normal amount of urobilinogen into the bile. يعني أما أنه انتاجه مثل ما قلنا بالانتستين هيمورج وصل وتحول إلى urobilinogen وراح للليفر والليفر ما عنده قابلية أنه يسوي re-excretion يعني فوق طاقته فراح يروح للسيستميك سيركوليشن ينطرح عن طريق اليورين. هنا لا، هنا المشكلة وين؟ المشكلة أنه الليبر بي دامج، وهذا الدامج يعيق الري اكسكريشن أوف نورمال طبيعية نورمال أماونت أوف يورو بينوجين إن ذا بايو. فإذا أنا من أشوف أن هاي بيدروبين يوروبين باليورين أخلي في بالي مسألتين، المسألة الأولى احتمال عنده هيمورج، والمسألة الثانية احتمال شنو؟ احتمال أنه أكو دمج بالليفر نفسه. The colorless unabsorbed stercobinogen colorless unabsorbed stercobinogen is oxidized to stercobilin, a pigment that contribute to the brown color of feces. أجلكم الله. إذن the colorless الفيس بالطبيعة colorless زين، لكن من موجودة هذه الستيركوبينوجين راح يتحول oxidize إلى ستيركوبيلين وراح ينطيني الكلر of brown color of feces. أوكي إذن the brown color of feces من جاي؟ من الستيركوبينوجين صار لأوكسيدايز وتحول إلى ستيركوبيلين. Pale stools may therefore شوف pale stools may therefore suggest biliary obstruction associated with an absence of urinary urobilinogen. إذا stool pale ممكن أنه هذا فد indicate الشنطيني أنه ستيركوبيلينوجين ماكو ما صار لأوكسيدايز للستيركوبيلين، وش راح ينطيني اقتراح أنه البيلاري obstruction أكو فد شيء ما قاعد يوصله المن انسداد أو فض ضغط على البيلاري كنالكيلاي associated with an absence غياب of urinary urobilinogen. إن شاء الله واضح لكم. إننا بهذا راح نسترجع البيلروبين كل تفاصيله. الهيموغلوبين مثل ما قلنا راح يتحول إلى ينطيني جلوبين، جلوبين يروح البروتين بول وينطيني الهيم، الهيم اخذ منه الايرون فور ريوز، ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني البيلروبين. هذا وين يحدث؟ بالريتيكولو اندوثيليال سيستم. اوكي حد لهنا انا انطاني البيلروبين، راح هذا وين؟ المكان البلازما. البلازما اجى البومين صار وياه، صار ويا البيلروبين، ايش سميته هذا؟ الان كونجوجيتد بيلروبين. الان كونجوجيتد بيلروبين وصل للليفر مثل ما قلنا بالهيباتوسايت، هنا الالبومين بعد ينفصل عنه، هذا يجيني الان كونجوجيتد بيلروبين يتحول الى شنو؟ بيلروبين دايكلوكورونايد اللي هو شنو نسميه الكونجوجيتد. صار هنا الكونجوجيتد راح لوين؟ هاي احنا بالليفر
زين راح للبايوتك مثل ما قلنا. هنا صار الكونجوجيتد بالروبين والبكتيريا اكشن وين؟ اللي في هذا بالانتستين سمول انتستين. ايش راح يفعل؟ اليوروبينوجين اللي هو الفيسز بالروبين والاوكسيديشن وشنطينا اخر شيء اليوروجين اللي هو سيركوبيلين وهذا الفيسز اكسكريشن على باللارج انتستين. هنا راح يصير لبي شنو؟ راح يصير بي ري ابزوربشن. ري ابزوربشن وين يرجع؟ ري ابتيك في الليبر ويصير له للسيستمك سيركوليشن. يرجع الاكسكريشن من الاكسكريشن من الكدني ويسميناه شنو؟ اليورو بلينوجين. بايوكيميكال تيست فور ليبر ديزيز شنو هي؟ الاختبارات اللي اسويها او التيستات اللي اسويها على مود اشخص فيها الليفر ديزيز. الليفر انزايم، ليفر انزايمز strictly speaking change in plasma enzyme activity generally indicate liver cell membrane damage. أكو بالسيل ممبرين صاير دمج وانطلقت هاي الانزيمات rather than hepatic function capacity. بس هذه ما تأثر لي على من؟ على وظائف أو طاقة وظائف الكبد. Because ليش؟ Because these enzymes are also present in other tissue. فالاحتمال هاي الانزيمات اللي داقيسة وصحيح موجودة بالكبد بس موجودة بأذر تشو، لذلك من أجي ألقى تراكيزها عالية أو فعاليتها عالية بالبلد، فما أقدر أحكم على أنه هذه بيور من الليفر إذا ما أقرنها باختبارات أخرى. Changes in plasma activity may reflect damage to those tissue rather than to the liver. مثل ما قلت لكم أنا ألقى تراكيزها عالية هي موجودة بالكبد، لكن أنا أقرنها في أمور أخرى متعلقة بالكبد. ليش؟ لأن هذه مو بيور هي فور ليفر على مود أنا من أشوفها إن أنا موجودة أو زايدة فعاليتها أو تراكيزها بالدم، فأنا أحكم أقول خلاص إذا الكبد بمشكلة. ما أقدر أقول هي شيء. ليش؟ لأن هي موجودة بأنسجة أخرى وأعضاء أخرى من الجسم، لذلك أكون أقرنها باختبارات أخرى على مود مثل ما نقول أقطع الشك باليقين بأنه هذا الإنزيم هاي زيادة الأكتيفيتي ما تمصدر الليبر. ليش؟ لأن فلان شيء وفلان شيء وفلان شيء ويا كذلك زيادات، وهذا اللي كلهن يشير إلى أنه أكو مشكلة بالليبر. The usefulness of serum enzyme as marker of liver disease is limited. محدودة. By the fact that they are also found and released from other tissue. مثل ما قلنا. It is therefore more useful to look at all the parameters of liver function. مثل ما قلت لكم. Or at least all of the enzyme rather than at one single enzyme. نكتفي بهذا القدر. وشكرا لوقتكم وانتباهكم وحضوركم، ونكمل إن شاء الله على الأسبوع القادم. إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أنا حاضر.